فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا قال الإمام تكبيرة الانتقال في الركن الذي يليها ولم يقلها أو قال بعضها أثناء حركة الانتقال، فما الحكم؟ محل تكبيرة الانتقال بين الركنين، تقوم بين الركنين ولا يأخرها إلى أن يدخل في الركن الثاني. فمثلا إذا انحط من القيام إلى الركوع إلى السجود، انحط من القيام إلى السجود، يكبر في أثناء هويه وينهي التكبير قبل أن يصل إلى الأرض، هذا هو المشروع. لكن لو ذهل أو جهل ولم يكبر إلا بعد ما وصل إلى الأرض، الصلاة صحيحة وإن كان هذا خلاف المشروع، الصلاة صحيحة لأن هذا قل من يسلم منه. ولهم كل الأئمة فقهاء، ما هم كلهم فقهاء، يجهلون هذه الأمور، فهذا الأمر يتساهل فيه إن شاء الله. نعم.